هاتو خبر يا محجوب يا اخوي اللزمك السكات قدر ده امرقه بدل يشقك بعدين كتر خيرك وبارك الله فيك ما قصرت بعدين كانت وفقتها قول لينا ان امرق ندي الناس البشاره وكان ما حصل نصيب تراك حاولت مالك يا محجوب في شنو ما دي حقوق اهلا يا ريح يا قصة السخارة دي كثيرتنا كثيرة راح قايم شوف لها شغل الرقبة مالك في شنو اذكري في شنو انا من شيخ ماني ماشي لما نعرف محجوب ده مالوجة صاد على الحلة وتلبس زي الحرامي انا ذاتي مص صدفة جابت له الشارع الوراني ولا كان شفته هذا ما دار هذا تكاوى يكون رفضوا لي طلبوا قل ودي الشوبة شنو وان بقى كمان طلبوا ما جازوا ليهو أمانة ما شفنا فيك يوم يا محجوب ما رفض ساعاته حيفوت حلة ود الشريف عشان يقضي وقت أكتر وهو في طريقه لياد طيب يا أخي ما تقول كده من الصباح وراح نمرق عليه الناس نديهم البشارة وراح بشارة شنو يا شازري فيشنا محجوب مالك هذول مالك ودي عقوب ودي عقوب يا اخي ودي عقوب اروح يا اخي الحاصل عرفنا ونام معلومه حجوه شو اللي عنقفه انت براك عارفه خبر زي ده كان قد البف الحله دي وتحكر بيه وسط الناس في السوق اسكت ساكت الراحه قول اسكت اهم حاجه شغلت بالي يس على كل مارك في شنو المشكلة يا شازل يا أخوي مزعول بالمكانة دي داير تحضير داير لجان تستقبل داير لجان تحشي الجماهير أنا ما أعرف الحكاية دي فاتت من راسي كيف وأنا ماشي أزعلهم عشان يخشونا لما نوافقوا لي من الفرحة قلت متين أصل الحلة غلبني إنه وقت فتحتها سألت روحي ده شنو اللي بيسوي فيه ده حجوب طيب ماله حس إن إحنا نجهز ونعمل لجان ممنوع الناس القروا وفاهمين طشوا برا البلد ولا مشوا على المدينة الصناعية كده بالراحة محجوب الناس اللي قاعدين ديل احنا نشوف نفسنا كيف نستفيد منه
أول التبادي الصادق والبشرى. الصادق شوبر؟ هذا صادق بالراحة بس كده وقع علينا. أوقع عليكم يعني يا جماعة، زول ده كان الدو كان لعب مان تو مان، يعني فيس تو فيس، يعني باص وخانة كان غلب، لكن النزوة الدفاعية المطلقة هي الغلبته. زول منطقه كويس ولسانه حلو، ممكن يعمل شغل نستفيد منه. انا غايته ما بفهم من كلامه اي حاجة. ده انت، لكن الناس الحلة بيفهموا كلامه وبيسمعوا كلامه. غايته اكتبه نشوف اللي بيحصل شنو، واكتب معاك محمد سعيد الناظر. نسى ما بيرجع. الشريان القفل بيموت. كم القارب منتظرينه ما بعود. هاي لكن محمد سعيد الناظر ده مهون في عالم تاني. هاي لكن اللي بنعرفه في الدنيا دي ورانا له محمد سعيد ولا نسيت. لكن مين اتلغى خط السكه حديد وهو مغبي؟ اكتب عليك الله يا شاذلي، انا بضمن لك بيركز معانا. طيب واكتب معاك بلود محمود. بلا شايل العتود ده وماشي بيه على وين؟ نازل على البحر تحت ماشي عليه مصطفى، قاعد براهو، قلت امشي على طول نسمعه ونكرمه شويه. ومصطفى ده حارس بابور. منو حارس بابور؟ في وطاطن. هذا انت مالك بالموضوع ده؟ والله انا داخل العتود ده جاي اطبحك انت بدل. انت مالك بالموضوع ده؟ مالك فقر دي؟ خش لا جوا خش كل اكبر عليك. شو كذابة يا نفيسة وسعدية بنت الطيب. الصرفة حقت الصندوق الكبيرة الاولانية شلتيها انت دي وشلتيها لاسماء ابتسام، وكانت ناسية. أنا بذكرك عشان ابتسام دي أنا اللي ولدتها وما بنسى اسمعيتها، وحتى لو كانت صرفتك مفترض تتنازل منها على السرة دي عشان تسوي بها عريس عباس ولدها. والتاني يا نسوان الدارة لها توب تحضر بها عريس عباس، أنا ببيع لها بالتقسيط المريح. أخي لك من سوق اللحد قلت شنو؟ أشرب أنا أجيب لك أنا الزيادة. أستاذ موفق يوم جد ما قاعد يحرس البابور يا أستاذ. أمجد جات فرصة بجد عشان كده أقول له هو حرس البابور. شوف يا أحمد المدرسة دي ما حتخليها، يعني ما حتخليها. يلا مش حصل الحصص يا أستاذ. قال له هو ترجع سي قلت لك أمشي الفصل وبقدر أنا حقابله. مدرسة ناقصة. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة. أبو قاسم قال لك الدينة. وقاسم السعيد بتاع الدكان. خش شيل الدايره كان عندك باقي تعادل بعدين. الدور ده ما خشه والدبن ما دم ما ازن لحد هسه. بدبنوه فريد ود مصطفى للاعلام. بدبنوه هكذا كيف اخوي؟ ما في حاجه. لا اله الا الله محمد رسول الله. يا ربي يكون من شنو؟ انت متاكد انه الكهرباء قاطعه؟ ما هذا النور مولع جوا؟ لا اله الا الله، وانا زاته ما موصل السلك. عليك الله وصله معك. تخيل لي كده معقول؟ صدق الحق انه قمنا حصل الظهر وبالمرة نعلن الاجتماع بميكروفون الجامع، ما في وقت نلف على الناس زي كلهم. والله فكرة جميلة، نمشي على الجامع. بل حاجة بلة سعدية
صادق شوبارة فريد. أسى عليك الله نازل أحسن مني في شنو؟ أنا محمد يعقوب ده. ودي يعقوب إنت كان بمرادك المزعول ده ما يغش الحلة طوال يمرق على الجهاد كمان دار تخش لك في لجنة غردها ذاته ما عاجبك. القصة مي قصة عجباني ولا ما عجباني؟ محجوب وشاز اللي تابعوا عارفين ان انا ده لو قصدت لي حاجة بنجز احسن منهم. شغلة شنو ودي يعقوب؟ انا احنا ما عندنا شغلة نقضاها كمان بتدورنا نقضانا شغلة زولا تاني؟ قصدك شنو؟ لا لا والله ما قصدت اشياء ودي يعقوب بس انا قلت يعني تكسر شرك وكدي. محجوب ما داير له راس يقف قصاده عشان كده سواله لجنة زي لحمة الراس لان نشوف اخرتهم. ودي يعقوب خلاص ما خلينا نقول الكلام ده اجيب هذا اليوم على كلمتي اجيب هذا عم محمد سعيد الناظر مرحب. كيف احوالك؟ تفضل يا عم محمد كيف احوالك؟ تفضل 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 يا عم محمد تفضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحب. مرحب الله. مرحب تفضل 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 يا عم محمد. بكده يا اخواننا ممكن نبدا الاجتماع. نبدا على بركه الله. نتكلم عن مالك يا عباس؟ ما مشيت على بيت محجوب مع الناس. ايوه امي لكن انا اسمي ما نادوه مع الناس ساكت مسكتي ساي. وما بنادوك مع الناس ليش؟ شنو انت اقل منهم في شنو؟ لا يا امي الموضوع ما كدي اصلا. اي زول عنده شغله بيعرف بيسويها بيقضاها. بعدين نحن كان قصر شي نادونا ليه بنسده. وبعدين يا امي الناس ديل والله ما مقصرين معي ترى شايلين معي هم العرس لا من الله يتموا بالسلامه. هاي أنا بشرك يا ولدي الليلة هدوني الصرفة اللولة في الصندوق نفسها كانت دايراها علا سعدية وقفت لها ألف نحمر وبتدي عليها. انت ما بخيت في عمرك يا ولدي والله والله جيت المزعول دي ذاته في شان صبرك ده. علا ولدي كنت بدورك تبقى معاهم في مجلسهم ده في شان ما ينسوا موضوعك. براهم ما بقصر يا أمي. لاعن هنا يبقى الكلام ده حقارة وكفاية بقى. دي ما حقارة دي حماقة بس حقارة. حماقة وكالرجل اطلع برا. انت عارف الحقارة يا أولاد. وانا ذاتي ما بدورة يا أولاد اقعدوا ساكت يا أخوان. انت ما سامعين كلامه ده يا أخوان؟ انا ما برضى الكلام ده كده عيب يا عم محمد. ارجع يا حمبا. ما برجع ما برجع دي معنا غابة ولا حتى تعاون. قلنا الدنيا رجعت بخيرة من تاني بلمة جديدة لما ما في بيت بكا الناس تقعد تتفنس وتشرب الشاي ولا لما في بيت عرس اهو لما تشبه النغابة ناس عندها اهداف بتحكمها قوانين لكن طلعتوا لما فارغة. غروب انا لما يا عم محمد عم الناظر ارجع يا اولاد هس المغبي منو الواعي منو كم ما احترمتوني انا المرقتكم من بطون امكم. احترموا محمد سعيد المرق ده ولا احترموا محجوب اللي قاعدين في بيته ده. تعال يا محجوب تعال تعال كتر خيرك يا سعديه
ممكن نبدا تاني من اول وجديد. بالراحه عليكم الله. طيب بهدوء. طيب يا اخواننا نطرد الشيطان ونقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبدا. بسم الله. بسم الله. كنا واقفين وين؟ ويا عباس امك تعمل ليك عريس يتونسوا به ويتكلموا به الحلال قدر الناس ما يجوا نكفيهن ونصبح مستورين وسيرتك من عصر بدري يا سلام وحنتك يا ولدي مالي يديك ورجليك وهلالك يضوي 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 في نص راسك وقول كد يا ولدي ربنا يديك 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 ويملى يديك قدر صبرك تغلب بالمال وتغلبك بالعيال. عفوا لنا يا اخواننا سهرنا بيكم لكن مشينا كويس والامور بقت واضحه كده اللي خلص يا شازل. طيب واحد اثنين ثلاثة. طيب اخواننا كده احنا نكون انتهينا من تجهيز الاستقبال والضيافة ومكان الاحتفال. فضلينا نشوف ميزانيتها وتكلفتها والقروش حلين ما كيف. ده فيما يخص استقبال المسؤول. فضل نشوف مطالب الناس شنو عشان نقدمها له والصباح نبدأ ان شاء الله من الصباح رباح. شكرا لكم. السلام عليكم. السلام عليكم. الله يبارك فيك. مرحبا. دعناكم الله. الله يبارك فيك يا سعدين. مرحبا يا استاذ. مال كان يا نسوان سكتن؟ ما في كان واحدة عندها حاجة دارت تقولها للمسؤول؟ والله ذاته ما عارفين نقول لك شنو يا سعدية. الزول حاجته ما بحسها إلا لما نجي يقضيها. يعني خلاص يا نفيسة ما ناقصك شيء؟ كان علي أنا نفيسة دي بدور لي نظارة. شوفي بقى قليل. أقف يا بنت. دارت تكتبي شنو؟ نظارة؟ مسؤول كبير ببدلته وكرفتته وعربيته نقول له نظارة؟ النظارة خلي ولدك ما بيقرا اللي يجيبها ليك. نحن بنتكلم على الحاجات الكبيرة. كان على الحاجات الكبيرة الولادة ذاتها مرات بتكسى علينا زي ما انت عارفة إلا نمرق على جيال. أيوة ده الكلام. يصلحوا لنا المركز الصحي ويعملوا لنا فيه غرفة ولادة. أكتب يا بيت تصليح المركز الصحي غرفة حقت ولادة. النادي طبعا. النادي ما قاعد يا اخي. النادي بعيد وقام فيه العشر. يا اخي العشر الله اللي يقوم لك في راسك ده يا اخي. يا اخي العشر شنو يا اخي العشر ده بنقوم عليه ننظفه كده نقطه ونخليه نظيف يا اخي. بعدين بعيد وين ما حدا حدا الطاحونه دي بيجان؟ يا اخي قريب. كده خليك منه. اكتب اكتب يا بل. اكتب. تلفزيون 29 بوصه. ايوه. ايوه. 29 ولا مش كده يا جماعه؟ ايوه. 29 واعمل معاك ديجيتال بيكري. ديجيتال كيف؟ ايوه. ده عشان نحضر بيه الكوره. بس دي فالحين فيها كوره بس يا الفالحين فيها. خلاص اكتب معاك مروحه. البابور الكبير ده مما تعطل اي زول سواله بابور برا. زمان البابور الكبير ده بيسقي الواطه دي كلها وبحرسه فريد زول ويتناوب فيه. هسع البوابير كترت بقى دايره لنا ناس كتار. كلامك صح يا عباس. عشان كده كل يوم في ولد بيمرق من المدرسة. هاي لكن اخواننا المجاري القديمة دي اللي كان بيوزع بيها البابور الكبير الموية كلها اتدفنت. عشان نفتحها تاني دايرة لها شغلة كبيرة. يعني هسي لو طلبنا من المزعول ده بابور جديد محتاجين نفتح المجاري دي كلها. نظافة؟ هي نظافة. عليك الله مزعول كبير قدر دي شايل شاق البلد دي خاش يلقاكم نايمين وتتمنوا كمان. قال شنو نادوا تلفزيون كبير. على قال تلفزيون كبير شنو بخط لكم في البلد وسخارك يا اخوانا. كلام ده ما عوج يا اخي. بالله عليك الله اخطونا شالي ليكم ورق وحايمين تملوا الحله كلها وهم. المزول ده ماشي جاد ودي معلومه اي زول عارفها. انت عندكم شنو عشان اخشوكم؟ جاد مدينه كبيره وناس كتار عارفين انه ماشي وين لكن المزول واحد محجوب لما نجي ماشي يجي غاشينا. نفرض انه غشاكم حتنظفوا له يا تشارع. انتوا عارفين انه جاي يا تدرب يا زول. ان شاء الله نظف البلد دي كلها. طبعا يا كمان راح اخوان راح راح النظافه راح نظفها لهم كله. الناس حتى قال نظفها كلها العشر ده كله يشيل راح ورانا شوف طاير على نظف طرف الفريق. عليك الله ما تنسوا ابدوا بشارع حلتنا ونظفوه كويس.
قلت لي المزول ماشي وين؟ ياب ما تنزو احرقوا الاكياس. فريد هاجينا ها؟ مالك منشحط كده؟ والله يا قاسم يا اخوي مفروض امشي اجيب القماش بتاع اللافته وما الاقي لي شيء امرقني على الزلط. خلاص يا فريد اكتب ده بالدكان ده انا جيك بالدرب. سمحت عاد؟ الله يرافقني ذاته وتساندني. انا العدد اللي قلته ده كبير خلاص؟ كمان ما تنسي ناس الحلال التانيين لما سمعوا بيجية المسؤول كلهم سجلوا طلباتهم وجايين. كمان ما حجوب اخوي ما ممكن نضيف المزعول وناس الحله ونخلي ناس الحلال التانيين. المشكله المزعول وناس بيجوا وقت الفطور واحتمال كبير يتغدوا معانا. والحلال شنو؟ كده صبروا لي انا بتصرف. امرقل يا نسوان انا عندي خلاص ادورك انت امرقل. اسمع حسن خيت لك ماشي جبته لك؟ ما قلت داروا لعرز عباس. احنا وين عرز عباس وين؟ المعنى انا ما خيتته. ما خيته خلاص جيبه. هذا القماش شوف لك شغله ثانيه قضاها لغايه درج عباس ربنا يفرجها. اللهم امين. ده كلام شنو يا سعديه يا اختي؟ انت اكثر وحده يا اختي عارفه نحن تعبنا قدر شنو عشان نلم لي عباس شيلته، وتعبنا اكثر عشان نلم المصاريف للمناسبة. دحين يا بنت امي جاي تشيليه مني في الفريد يوم مالي يا سرة؟ للضيوف الجايين للبلد دي، والضيوف دي نحن كان سترنا معاهم البلد دي بقيها خير كتير، وعباس عرسه بتم. عباس العمر مشى فيه، عباس ما صغير واللي تلمى ما تلمى بيهين. دحين قسيتي علي شديد يا بنت امي. انا عارفه حارقه دور شنو يا السره، وزي ما لمينا معاك زمان تاني باللم. وانت عارفه الحله دي كلها ما فيها زول عنده قدر اللي عندكن. دحين خلي المناسبه دي تتم علي خير، وبعد ذاك الله بفرجها. قلت شنو اختي؟ خير يا بنت امي. لا صادق الموضوع ده ما بينتهي باخوي واخوك. نعم شنو بلا ما تبلينا وخير نعوم. رح ودي دي جيبها تاني وبقى هناك. ما رد يا بيت؟ جرس يا امي. الولد ده بعد ما برد التلفون ده مسوي لي شنو؟ هسي كان في خبر مستعجل. هاي يا سفيان امي دايران. امسكي. هاي يا سفيان انت وين؟ ها؟ انت وين يا سفيان؟ شغال والله يا امي. خلاص من مكانك ده انت واولاد حلتك تجوا مارقين يا امي. في شنو؟ ان شاء الله خير. خير لما تجوا تساعدونا. الناس نفسهم انقطع من قلهم. نلقاكم 200 لو ما جيتوا هسي. الحله محتاجه لناسه. قلت لي كلها؟ اي والله يا دعوه. كريم في كروين. أريد الحسين دي يقول لنا يا سرة كلها سرة مرقت عليها وشد عليها غشو الله. عباس عباس ودي سرة الله يصحيه وين تدي شيلتك للحريم وضيفوها. هي الحكومة تديك ولا تديها؟ حصل حصل لين باقي شيلتك من الناس الوهم دي. الناس دي زي ما وقفت الساعة تاني بتقف معي. اوعى تكون داير لك نفير يا عباس. النفير وقف زمان من زمن البابور الكبير. هسي كل زول عمل له بابور وبيسقى ارضه براو. ماله؟ ما يمكن جيت المزعول دي ترجع لنا بابورنا الكبير و...
وحصادنا يزيد. الله يصحي غبيان، انت ما شايف ناس الحله دي حالتها كيف؟ انه لا شارع قادرين ينظفوا، لا جدول قادرين يشقوا، ناس دي قاضع نفسها ساكت. لا تكرف العين غشا، انت والله ما قال لي الله يحجبه غش بلد. عشان كده عشان كده يا اخواننا قلنا الغايه هنا وكفايه. باريتوا اللجنه دي قلعت قدامكم والوراكم، وعشان شنو؟ عشان مزول غاش غاش ماشي جياد. ها جياد جياد اللي خلتنا حله بلا اسم ولا طعم، لقطت اولادنا وكملت عددنا. وبعدين نزلكم يعني انتوا قايلين المزول ده خلاص بنظره كده يحل مشاكلكم؟ الهم هم مزول الشايف وعايشه يا حمد يعقوب. بالضبط كده براء قطه، يعني مزولك ده لا حيشوف لا حيحس بالحاسين بنا احنا. طيب التعب في شنو؟ لكن من يلقانا بدينا شيء بيكملوا اخير مما يلقانا ما عملنا حاجه. ما هنديات كانت ولا حاجه وبقت حاجه وغلتنا ولا حاجه، شغلت اولادنا ودتهم مهن 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 ما عشان ترفعه وتزيده. ما انت ولادنا ديل ترس من تروسه. كذابه ودي عقوب عين هناك. ازيك يما؟ استاذنا من ناس جياد وقلنا نجي نساعدكم في النفير، قالوا لنا ما بتمشوا يديكم فاضيه زي ما انت شايف. لا لا سايق راجل واحد، لكن عن الكراكه دي قدرتها بكم راجل. شو الشيء دي؟ ها؟ أربي نقدر إحنا في يوم؟ تقضى في فت ساعة. السرة القصاصة ما كفت الصفصة شوية، والكرتونة الثانية حقت المكرونة وينها؟
أي حاجة فوق الوصف يا شازلي. أها باقي الأخبار شنو؟ أخبار طيبة وسمحة. الوليدات صلحوا البابور الكبير براهم وبيقوا شاطرين في الشغلة دي. لكن بعد ده كله ما انتهينا، والباقي لنا أقل من 12 ساعة، والمدرسة فيها تشاطيب كثيرة. والله يا أخوان أنا بس عندي مشكلة بسيطة فوق الميكروفون بحق ده، طوالي عاضي معي، مرات يشتغل ومرات ما يشتغل. أها شوفوا لي حل. لكن لسه باقي الجداول والشغل. صحيح مشينا كثير لكن لسه ما انتهينا يا اخوان. المرحله دي ولا كنا بنحلم بها. انا عندي احساس انه الاستقبال ده هيكون مميز جدا. لو صفيت العزمن فيك او عاينت مكامن ذاتك، كنت هتعرف قيمة روحك، تعرف كيف توصل غاياتك. لو صفيت العزمن فيك او عاينت مكامن ذاتك، كنت هتعرف قيمة روحك، تعرف كيف توصل غاياتك. تنزل وعد الفيك مدخور، صوت الأمل الفيك موفور، يبني شواهق يبني جسور، لو بلجت صافيت غنياتك. ما دام انت ضراعك أخضر، خلي الجوة الفيك تتفجر. أكيد بالقوة حتقدر تملى الكون بإشراقاتك. لو صافيت العزم الفيك أو عاينت مكامن ذاتك، كنت هتعرف قيمة روحك، تعرف كيف توصل غاياتك. دي عزومتي يما، بدل عزومة عباس الناس تاكل وتتونس في الفارغة والملانة. عزومة عباس الناس اللي بتتعب وشغالة تاكل تسند روحها عشان تقوم تزرع وتبني. إما شايف الحنة في إيدي يما، شوف حنة الطين دي
شوفي همة الرجال. أرضا اللي كانت بتطلع 20 شوال عشان عباس يلمها في كم سنة، بعد بابورنا الكبير بيطلع حق الكم سنة في سنة واحدة، وعباس بيعرس. يلا أفردي وشيك يوم ودينا زغرودة في عرس الحلة. ما قلت لك يا شازلي أجمل حفل استقبال، بدل الناس تقيف وتصفق بإيدينا، إيدينا هي اللي بتزرع وتبني، بدل الناس تسمع الناس تقيف على حيله وتشيد همتها، بدل عربية المسؤول تشق الصفوف، الصفوف تشق الجداول وتزرعها. ذكرنا أن نجيب لهم بذور وعلم لسرية المدرسة.
السما العالية شادوا المجد العالي صروح بكرة نلاقي وعدي أحضر بكرة مني والحسرة تروح والحسرة تروح تروح.